دي العنوان يا نور فجأة. نورو ورانيا، نور بنت جميلة للغاية ومهذبة، تحب فصل الربيع حبا جميلا. كانت هذه الطفلة تفضل إذا فصل الربيع بفيل الصبر. ذات صباح دخلت أم نور الغرفة لتوقظ ابنتها. صباح النور يا نورو، هل تعلمين أن اليوم هو أول يوم في فصل الربيع؟ أجابت البنت والفرحة تدعم محييها. يا له من يوم بهيج، سأستقبل الربيع استقبالا ناحا حارا، وسأرتدي فستان مزركشة بالأزهار والفراشات. غطت البنية فراشها برداء مزهر، وارتدت فستانها الجميل فأصبحت تشبه الأميرة. ثم توجهت إلى الحقيبة. كان الربيع قد انتشر في كل مكان، وكسى الأرض رداؤه المرقش، فالحقول قد هاجت بالأزهار على اختلاف أنواعها وألوانها، والأشجار ارتدت حلة من الأوراق الفتية، والخيول خرجت ترنم أناشيد الفتية.